بكم وباسم الرئيس ديالها دكتور مصطفى عزيز كيرحب بكم وكيرحب جميع نساء مدينه تارودانت المناضلات الشرفاء. مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي كتنظموا الجمعيه تارودانت اولا. الهدف منه هو نتواصلوا معكم، نتصنتوا لكم، نتصنتوا لنا، وفي نفس الوقت نديروا جلسه بيننا وبينكم. لكي لا اطيل عليكم غنعطي الكلمة مباشرة للدكتور مصطفى عزيز يعطيكم واحد الكلمة، من بعد النهار غتكون مع القاعة، تفاعل مع القاعة. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم هاد الجمعية تارودان أولا باش نشوف المشاكل ديالكم، نشوف المشاكل ديال تارودان خصاصا هاد المدينة اللي عزيزة علينا بزاف. مرحبا يعني غادي ندخلوها اليوم سيف عليهم، اللي بغاها بغاها واللي كرهها كرهها. أنا المرأة عندي اللي كنت صغير في درب الضو في باب داروين، يعني أنا ماشي من درب العقار بحال بعض الناس، يعني من درب الضو في باب داروين. تربيت على احترام المرأة، يعني هذه تارودان العظيمة اللي كنا تنعرفو، تارودانت نظيفة اللي كبيرة بزاف على الناس اللي حضروها. يعني تارودانت اللي كنا تنعرفو كان فيها التكافل الاجتماعي، كان فيها محبة الناس للناس، كان فيها احترام الناس للناس، كان فيها ما كان لا هذا لاباس عليه ولا هذا ولا هذا ضعيف، يعني كل شيء مخلط. التارودانت انا بعد الغياب ديالي مع الاسف اللي كان طويل لاسباب ما كل العالم يعرفها بانها سياسيه، لما رجعت ما بقيتش عرفت اساسا المغرب كله كان خطفوه، ولكن التارودانت اللي هي دائما في الداخل ديالي دائما تنقولها، تنعرف اكثر من 118 دوله في العالم، تنعرف كل العواصم ديالهم، تنعرف كل الرؤساء والملوك ديالهم، انما حاجه واحده كلهم تيغيبوا لي على الذاكره ديالي الا تارودان. يعني تارودان
لحد الآن تنعرف كل حي حي وعوزهم وخوضهم باقة تنعقل على الدروبة كي كانوا شكون يساكن فيهم. يكفي تقول لي السمية وحدة في تارودان تقول لك فين ساكن، يعني الآن في هذا النهار يكفي تقول لي شكون هو فلان، تقول لك شنو كان تيدير وفين كنا وفين جلسنا معاه هذه سنين طويلة. إذا هذا الوقت اللي كنت فيه برا المغرب كان دائما في الذهن ديالي حاجة وحدة، هو نعاود نجمع هذيك تارودان اللي شتتو نجمعها. أنا مثلا رغبت في مناصب ولا كراسي، عندي بزاف الكراسي ما عندي ما ندير بهم وحدة، يعني ممكن أنا رئيس ديال أكثر من 26 شركة، 26 شركة عندي 26 مكتب، وفي 26 مكتب ما تمشي حتى شي واحد فيهم، يعني فأحرى نمشي شي مكتب ديال بلدية ولا ديال عمالة ولا ديال الوزارة، ما عندي شغل بزاف الشغل بحال هذا. اللهم بارك. إذا اللي تيهمني هو أن الشباب ديال تارودان والشابات ديال تارودان ولاد تارودان وبنات تارودان والكهول ديال تارودان والكبار والصغار يتجمعوا ويتكاتفوا ويتعاملوا بالخير بيناتهم، لأن تنعرفوا تارودان واحد يحضر العصور هذه معروفة، يعني نعاودوا ننساو بأن الناس ديالنا عيالتنا والجنة هما اللي خصهم يتضامنوا ويتوحدوا باش يخلقوا شي حاجة اللي تمشي المدينة ديالهم. الناس ديالنا عزيز عليهم يجيبوا البراني ويطلعوه يكون مزلوط يرجع لاباس عليه، يزيد يضغط عليهم ويتهنى منهم ويصبح هما كفرعون وما يتفرجوا فيه. تحية نضالية، تحية نضالية للمرأة السلالية، تحية نضالية للنساء السودانية، تحية نضالية للمرأة السودانية، تحية نضالية للمرأة السودانية. هذا تنحي بكل حرارة المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية فيها مرارة جل كل حاجة، يعني سبحان الله العظيم التربية ديال المرأة اللبنانية قل ما شفت عيني. المسؤول عن إدارة جمعية تارودان، أولا كنرحب بكم وكنتمنوا لكم مقاما طيبا. كما كتعرفوا الجمعية كتعرف مؤخرا حركة كثيفة في الأنشطة ديالها بعد ما نظمت مجموعة من الأنشطة أولهم لآخرهم، اللقاء مع الحرفيين، كان لقاء مع الطلبة، لقاء مع الأطور، والآن هو لقاء مع النساء ديال تارودان. الهدف منه هو التشاور للاستماع للتحاور مع جميع شرائح مدينة تارودان من أجل بلورة فكرة أو مشروع عملي إن شاء الله لمدينة تارودان. كما كتعرفوا الدكتور مصطفى عزيز رئيس الجمعية يريد من تارودان أن تنطلق، أن تصبح مدينة واعدة، مدينة قوية، وباش يقوم بهذا العمل كيتصنت أولا لساكنتها المواطنها عاد من بعد نيبلور المشروع المجتمعي اللي كيطمح ليه لا اجتماعيا لا اقتصاديا. اليوم عندنا لقاء خاص بالنساء، النساء ديال تارودان، غنحاولوا اننا نستمعوا لهم ونشوفوا المشاكل والهموم اللي عندهم، الاقتراحات ديالهم كيفاش يمكن تنمى هذه المدينه العزيزه علينا والعزيزه على الدكتور مصطفى عزيز. كل هذا الشيء كله الهدف منه هو ان تارودان تنطلق وتولي تارودان اولا تنطلق وتوصل للمبتغات ديالها اللي ان شاء الله وتولي من بين المدن المتقدمه على المستوى الوطني ولا المدى الدولي. ردوا لها الاشعاع التاريخي ديال المدينه، نردوها قلعه علمية، قلعة اقتصادية، قلعة اجتماعية إن شاء الله، وما نبقاوش نلقاو فيها السعاية، ما نلقاوش فيها جميع المشاكل اللي كاينة دابا. غنحاولوا بتضافر مجموعة من الجهود أننا نخرجوا واحد المشروع مجتمعي لهذه المدينة بمساعدة رجال ونساء هذه المدينة، وشكراً.